عن كل مباراة قوية، لكن هي تعتبر مباراة قمة في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم يعني. يعني لو اتكلمنا عن نادي الزمالك في البداية، نادي الزمالك الفترة الأخيرة دي بيمر بنواحي بدنية وفنية عالية جدا، حالة استقرار فنية بعيدا عن النواحي الإدارية بالنسبة للنادي أو أي مشاكل تمر، تحس إن اللعيبة كلها فورمة. محمد يمكن دايما يقول لك الفرقة دي هتشوفها بعد الأسبوع السادس في الدوري لا يحسب لمستر كارتيرون إن اللعيبة تحس إن هي بقى لها فترة كبيرة قوي بتلعب، بدنيا واقفين على رجليهم. النتيجه طبعا المباريات الافريقيه امام تذكر المباراتين فنيا عاليه، سواء بقى نتيجه او لعب انت برضه خلي بالك الفرق ما بين ان هو ما كانش بيلعب الفتره دي. طبعا دي حته هتفرق كتير جدا، المباراتين اللي هو لعبهم مباراتين رسميين المفروض ان هو في ضغوط طبعا اعلى عليه. حته ثبات التشكيل كمان او ثبات القوام الرئيسي من السنه اللي فاتت، واعتقد ان هو هيفضل مستمر بيها كده رغم دخول اونجم ودخول مصطفى فتحي. اعتقد ان هم هيخشوا مع الوقت، وسيسي كمان طبعا هيكون مكسب كبير. لا هي مباراة صعبة، الاعتماد على المجموعة اللي انت بتقولها دي ما ترهقش الفريق كابتن على مدار الموسم الطويل اللي هو جاي؟ لا هو خصوصا انت عندك ما عندكش بقى لعيبة، انت ما جبتش لعيبة غير اللي رجعوا، هم هي المجموعة اللي رجعت من الاعتماد، هو كمان بيعتمد على دايما على مجموعة واحدة. بس اعتقد ان مصطفى فتحي وسيسي هيكون ليهم الفترة اللي جاية دي هيجي وقت عليه كتير قوي ان هو هيغير، او لو حتى لو ريح مثلا، لو مصطفى فتحي لعب مكان زيزو او سيسي لعب مكان بن شرقي اعتقد ان مش هيبقى فيها فروق كتير قوي. عمر السعيد برضو لما رجع كان ماشي بشكل كويس قوي مع الجونة، يبقى انت كده الخط الامامي شبه كامل. هي بس الفكرة ان حتة الديفندرات برضو انا لغاية دلوقتي موضوع طارق حامد وامام عاشور اسلام جابر، اعتقد ان لو طارق حامد حصل له اي مشكلة الفترة اللي جاية مع نادي الزمالك ده المركز اللي فعلا النادي هيتأثر بيها. طارق حامد لكن اي حد تاني ما يعني ممكن مشكلة. اسلام سعاد بيلعب مكان امام عاشور، زيزو لما يرجع بيلعب مكان امام عاشور، رؤى موجود، انما اعتقد ان في مشكلة هتواجه نادي الزمالك في حالة ان يتعثر بالنسبة اي تعثر بالنسبة لطارق. هو كان البحث عن واحد شبيه لطارق او بنفس اسلوب طارق في فكرة الصفقات انه يجي، لكن حتى لو لقيت موضوع الايقاف هيبقى فيه مشكله، لكن هو لازم النقطه دي لازم حد يجي ويكون صغير ويكون بنفس الاداء، ومش لازم برضه محمد يجي يشارك على طول. عشان برضه لما جه وقت فرجاني ساسي وقال لك ساسي ماشي ندور على حد، لا انت لازم تجيب حد من دلوقتي تجهزه ان هو سنه سنتين، مش لازم دلوقتي يستفاد من الراجل اللي جنب منه يعني. طيب مرعي برضه يعني كابتن حلمي بكره في مباراته امام الزمالك، خصوصا هو يعني عارف كل الامكانيات الخاصه بنادي الزمالك، يتعامل ازاي مع اولى المباريات امام فريق كبير زي نادي الزمالك؟ بص لو عايز المباراه طبعا يعني. طبعا كابتن يعني كابتن حلمي يمكن اتمرنا معاه وانت اتمرنت معاه، بيعتمد منظم جدا. منظم جدا وبيعتمد على الناحيه البدنيه بشكل ايجابي جدا. ومستر كارتيرون برضو من النوعيه المدربين اللي خلى فرقه الزمالك بتلعب لحد الدقيقه 95 مش 90. قابلت كابتن اسامه نبيه من فتره فبساله ايه سر السنه اللي فاتت تفوق الزمالك، قال لي البدني بتاع الراجل ده جامد جدا. وبعد كده كل التمرين بدني جامد جدا، بقى يعمل سمول جيمز. فمع طبعا مع جوده اللعيبه العاليه جدا في نادي الزمالك، شايف يمكن السنتين اللي فاتوا من احسن لعيبه موجوده في مصر، ويستحق نادي الزمالك الدوري ويستحق حاجات كتير جدا. فهو الاستقرار برضو على التشكيل اللي انت بتقول عليه والثبات في التشكيل ده مهم جدا لنادي الزمالك. شايف فرصه نادي الزمالك في المكسب اكتر بكتير من نادي انبي. فانا شايف ان بكره نادي الزمالك هيبدا بدايه قويه جدا من انا شفته بدايه الدوري الماتشات النهارده، فبقول بكره نادي الزمالك هتبقى يعني بدايه موفقه. واحنا زي ما قلنا ماتشين بتوع افريقيا فاكيد اكيد فرق في فكره البدايه بالنسبه للنادي. طبعا غير الفرقه الثانيه يعني اول ماتش اليوم في الدوري، لكن ماتشين برضو افريقيا برضو يكون خدنا يعني اللعيبه جاهز اللعيبه فنيا برضو صح. عشان دي هتفرق معاه كتير بكرة. ولكن زي ما بقول لك انا ما حسيتش النهارده مثلا لسموحه والاتحاد ان ده اول ماتش، ولا البنك الاهلي ان ده اول ماتش، ممكن الباقي الفرق ومع الكابتن حلمي كمان. انت عارف ان الكابتن حلمي حته البدني دي بالنسبه له يعني هو شاطر فيها قوي، ودي هتساعده كمان ان هو يكون وعمليه تنظيميه برضه قلنا هحافظ نادي الزمالك. وبعدين كمان حته الاعمار السنيه الصغيره هتفرق مع كتير مع الكابتن. اللي مخلي المدربين كلها بتلعب وعايزه تهاجم وعايزه تكسب، مفيش خوف النهارده ان انا في استقرار في الجهاز الفني. كان الاول المدرب يخاف انه لا النهارده لا في استقرار في الاجهزه كلها، فالمدرب مش خايف، كل المدربين عايزه تكسب صحيح. وفي الاخر ده مكسب لينا ومكسب للدوري المصري كله. يعني اخيرا بقى يوسف عشان انا